السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد، والذي سيكون التعرف على الفعل to have. الفعل to have أو فعل التملك. هناك قاعدة في اللغة الإنجليزية وهي تتعلق بهذا الفعل، فهو يأتي مرة كmodal verb يعني كفعل مشروط، ومرة أخرى main verb يعني فعل رئيسي في الجملة، ومرة أخرى يأتي كفعل مساعد auxiliary. اليوم سنتعرف على الفعل الرئيسي، يعني استخدام الفعل to have كفعل رئيسي في الجملة. سنرى تصريفه في المضارع البسيط الماضي ثم المستقبل. نبدأ بتصريفه في المضارع البسيط. I have، أنا أملك. You have، أنت تملك. He has، هو يملك. She has، هي تملك. It has، وهي لغير العاقل يعني الجماد والحيوان. We have، نحن نملك. You have، أنتم تملكون. They have، هم يملكون. الآن نمر لنفي الفعل to have في المضارع البسيط. The negative of the verb. I don't have، أنا لا أملك. You don't have، أنت لا تملك. He doesn't have، هو لا يملك. She doesn't have، هي لا تملك. It doesn't have، وهي أيضا لغير العاقل. You don't have، أنتم لا تملكون. We don't have، نحن لا نملك. They don't have، هم لا يملكون. بالنسبة لنفي الفعل to have، يتم تشكيل هذا النفي باستخدام الفعل المساعد to do، كما نلاحظ هنا. I don't have. Don't هي الفعل عفوا المساعد to do. هذا ينطبق فقط عندما يتم استخدام to have كفعل رئيسي في الجملة، يعني مني كيكون الفعل to have فعل مساعد فهو كيكون معاه مثلا فعل رئيسي آخر، مثلا ask، drink إلى آخره. نمر الآن إلى أمثلة. She has a brown skateboard. She has a brown skateboard. I have a lot of homework to do. I have a lot of homework to do. I don't have any plans for tonight. I don't have any plans for tonight. I have a trip next month. I have a trip next month. نلاحظ في هذه الأمثلة أن الفعل to have هنا مصرف في المضارع البسيط، يعني لدينا جملة نفي I don't have any plans for tonight، والجملة الأخرى فهي affirmative يعني إثبات. نلاحظ أن الفعل to have هنا فعل رئيسي في الجملة. نمر الآن إلى تصريفه في الماضي البسيط، يعني past simple. I had، كنت أملك. You had، كنت تملك أو كنت تملكين. He had، كان يملك. She had، كانت تملك. It had، وهي لغير العاقل. We had، كنا نملك. You had، كنتم تملكون. They had، كانوا يملكون. الماضي
من فعل to have هو بسيط جدا لأنه نفس الكلمة لجميع الضمائر. الآن النفي بالنسبة للفعل to have في الماضي. دائما ما يتم إنشاء النفي فعل to have عند استخدامه كفعل رئيسي مع to do كفعل مساعد، يعني في النفي نستخدم معه المساعد to do. I didn't have. You didn't have. He didn't have. She didn't have. It didn't have. We didn't have. You didn't have. They didn't have. هنا didn't هي short form ل did not، يعني did not هي long form أو صيغة طويلة، يعني لاختصارها نكتب didn't with the apostrophe. والآن أمثلة للتوضيح. I had a cat when I was 5 years old. I had a cat when I was 5 years old. She didn't have a bike growing up. They had breakfast early in the morning. والمثال الأخير. My friends had an English class on Monday. الآن الفعل to have وتصريفه في المستقبل future. I will have. هنا إما نقول I will have or I shall have. I will have سأملك. You will have ستملك. He, she, it will have هو سيملك أو هي ستملك، وإت فهي لغير العاقل كما قلنا سابقا. We will have نحن سنملك. You will have أنتم ستملكون. They will have هم سيملكون. وأيضا في حالة النفي I will not have أنا لن أملك. You will not have أنت لن تملك أو أنت لن تملكين. He, she, it will not have هو لن يملك أو هي لن تملك. We will not have نحن لن نملك. You will not have أنتم لن تملكون. They will not have هم لن يملكون. نعطي بعض الأمثلة. I will not have my car tomorrow. I will not have my car tomorrow. I will have a holiday next week. I will have a holiday next week. They will have their own business. They will have their own business. You will not have an office. You will not have an office. وبهذا نكون ختمنا درسنا لليوم. نراكم في الدرس المقبل إن شاء الله.